الفيديو بتاع النهاردة انا رجعت لكم بفيديو انبوكسنج تاني واحد جديد، وده اول فيديو انبوكسنج في السنة الجديدة. والنهاردة الانبوكسنج هنفتح عروسة مضيفة. اوكي طبعا العروسة دي زي ما انتم شايفين هي عروسة مضيفة. استنى ما اقوم اوريها لكم اهي. اهي لابسه لبس، هي مش مضيفه اللي هي توزع اكل، بس هي مكتوب فلايت اتندنت، بس هي معاها حاجات للسفر والحاجات دي. ويلا نفتحها مع بعض. اوكي يلا نبدا. استنوا هعدل الكاميرا، اعمل زوم ان. استنوا عشان تعرفوا تركزوا في العروسه، مش تركزوا في وشي انا. اوكي عملت لكم زوم. دلوقتي هفتح، محتاجين مقص. اوكي معايا مقص، قص بقى من فوق، قص عشان اعرفه. مع العلبة استنى نطلعها مع بعض. واو بصوا على شكلها، بصوا عاملة ازاي، حلوة قوي. انا بروح انا افتح. طيب استنوا بقى هحرك الكاميرا عشان تعرفوا تشوفوا بقى، عشان انا هبقى فاتحة الحاجة وهي نايمة كده، فمش تقدروا تشوفوا الحاجة كويس. استنوا ظبط الكاميرا وارجع لكم تاني. اوكي دلوقتي انا بفتح العروسة، صعب قوي في الفتح. انا بقص 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 بقص، ده اصلا متعب قوي. يلا بقى كده تشنط. على فكره الست دي شفت منها قطع. ايه ده انا افتكرت، ايه ده في اسلاك بتتفك يا خبتي. بحاول افك. على فكره الطقم ده شويه منه اللي هو الشنط كانت، والعروسة نفسها كانت موجودة في لايف از باربي ابيسود 90. الشنط كانت موجودة في ابيسود 18 برضو. استنوا، العروسة دي متعبة قوي في الفتح، تعرفوا دي خدت مني مدة كبيرة قوي، بس عشان اللقطة متسرعة فحاسين هي بسيطة. الديسك مش هتتشال، تتشال انا فكيته. يلا يا ديسك بقى مشبوك، بس انا هجرب اشيل الحاجة الملزوقة دي، القطعة الملزوقة دي هنا. الحمد لله طلع القطعه اللي بتوقفهم كرتون. ايش اوكي هاخد منها. استنى بص بقى الحاجات البلاستيك دي اللي دوخاني من الصبح، عشان كده يكون كل حاجه تكون جاهزه كده وتكون 100%. استنى بقى بظبط. استنى اهو انا بشيل كل حاجه، وبعد ما اشيل كل حاجه هوريكم ايه اللي جاي مع السيتس دي، عشان طبعا يعني هيكون في حاجات كتيرة اوريها لكم. فدلوقتي بقى لسه بقص قص كل حاجة دي متعبة. الشوز اوكي يلا بقى. الشوز هي تالت الحاجة اللي بتسأل عليها، بص الديزاين الجميل ده عشان الشنط الحلو. يا ريت كنت اقص بلاستيك بالراحة، بس مفيش. طارت كل حاجاتي، طارت. فلاي اواي، مع السلامة. بس استنى في حاجة بلاستيك كده جوه العروسة، بس استنى اشيلها بس اقصها. كويس قصيت كل حاجة اهي العروسة خلاص. استنى اهي معاها كمبيوتر كيبورد وكالندر، ما كنت بس وحاجات كده، ومعها الشنط كمان، ومعها بتاعة تمسك الشنط ونجرها عادي، ومعها دي الشنطة. استنى معاها اللزق ده، ومعها التليفون تقريبا بتاع ورق جهاز كده معرفش بيتعمل بيه ايه، ودباسة. ودي العروسة اهي، عندها شعر اصفر لما كحكة، ولابسة تي شيرت احمر عليه بتاع موف بيتشال وبيتحط عادي، وليها جوب موف كمان. استنى اهي دي كده. استنى هوريها لكم كل حاجه ديتيلز دلوقتي. اوكي دلوقتي
بتاعه الشنطة دي، بس بيفتح كده وجواها انا حاطه فيها الحاجات عشان الحماية بتاعتها يعني، معاها طبعا الحاجات دي كلها، ودي شنطة زرقاء كمان بتشيل منها قطعة الكرتون، مش انا وانا محتفظة بقطع الكرتون عشان تديها شكل حلو، تتفتح وتتقفل كمان، وحلوة اوي 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 اوي. يحط فيها التليفون وكل القطع، الدباسة واللزق وكل حاجة، حلوة جدا. حطوا فيها بس كده، ده الديسك فيها كمبيوتر والكيبورد والماوس، والماوس على الأقل دي الحاجات الكافية على الأقل، حطينا أكتر من كده على طول قامت تحطي تقع، ودي العصا كأنها بتشتغل بتعمل تايبنج. استنوا اهي، هحاول اسندها هنا كأنها واقفة عشان مش بعرف عشان مش بتعرف تقف طبعا، كل على الموضوع ده مش بتقف كويس. استنوا بقى هنا كده بقى، عيب الطقم كله. استنوا اجيب العروسة بس عشان هوريكو الاوبشن الجميل اللي في العروسة، حلوة في اوبشن حلو جدا اللي هو الرجلية بتتنى. استنوا بس اظبط الديسك، اوه كل حاجة عمالة تقع كده هتضيع. استنى انا بس هظبطها، مظبوطة. اخ انا بعمل ايه؟ اوكي خلاص. بصوا دي الشنطة الحمراء اهي، بتكفي حاجات صغيرة قوي، ممكن ورق مثلا العروسة او حاجة. بصوا ايه معاها بتاعة دي، بنحط عليها الشنط ونجرها عادي. وايه تاني معاها؟ الشنطة الموف طبعا، والزرقاء اللي انا وريتها لكم من البداية، جوا طبعا الحاجات بتاعتها، وهي يعني لو وقفناها بالموف والازرق الشنطتين دول هيتقع على طول، لكن لو جرناها هتبقى ماسكة نفسيها كويس. لو جرناها اوكي، لو وقفناها هتقع بالشنطة. اوه نو اوكي خلاص ظبطت الديسك. اوكي استنوا فتح، انا كم مره قلت لكم هي بتتفتح بتتقفل. ومعاها الدباسه، هوريها لكم الديتيلز بقى، معاها اللاز الديسبنسر زي اللي عندي، عندي واحد. معاها كالندر تحطه عشان تشوف اليوم، ومعاها تليفون استخدمه في الحالات المستقبل، ديكور عند باربي في البيت. وعندها اللي بتاع ده علبه كده ونحط فيها لازق اوراق تعمل بيه ستيكي نوتس مثلا، والجهاز ده مش عارف تقريبا بنلف حاجة منه من وراه، مش عارفة بيستخدموا ايه بالظبط، انا مش فاهمة الفكرة. ودي الشنطة. استنى مرجع كل حاجة عشان عايزة تدي حماية عشان ما تضيعش مني، عشان ممكن في يوم الاقي حاجة منهم ضاعت. وعلى فكرة الحاجات دي ممكن مش مستخدمة في السفر بس، ممكن استخدم الديسك والكمبيوتر وكده في حلقات الباربي المستقبل. انا والله مشغولة حاجات كتير، فمش هلحق اعمل الحلقات كلها في يوم او في يومين. نضه انا بصور كده بقى، يبقى خلاص ورثوكوا كل حاجه. طبعا انتوا خلاص شفتوا العروسه، شفتوا الفرق في الركبه لما في العروسه البايظه وفي العروسه الجديده اللي هي دي. وكده شفتوا كل حاجه في الفيديو، وكده اكون خلصت، ما عنديش حاجه تانية اوريها فكده خلاص. وعلى فكره هقول لكم قبل ما انتهي الفيديو انا جبت العروسه دي منين. في محل كده مش هسألكوا تعرفوه ولا لا، عشان انتوا اكيد عايشين في بلاد تانية، انا عندي ناس مش تبعاني عايشين في بلاد تانية ما شاء الله، في نفس السعودية، في سعودي اريبيا. اوكي ففي محل كده اسمه سنتر بوينت، سنتر بوينت ده مش موجود في كل البلاد، هو موجود في السعودية، ما اعرفش موجود بقى في بلاد تانية ولا لا، بس هو اسمه سنتر بوينت. فهو سنتر بوينت ده بيبيع عرايس، عرايس لاي براند باربي و ال او ال والحاجات دي، من ضمنها براند اسمه جونيور، وانا اشتريت منها دي. جونيور ده انا بجيب منه من 2017، بس دي تالت عروسة اجيبها، يعني انا من 4 سنين كنت جايبة بس 2، ومن ساعتها انا مجبتش عروسة تانية، عرايس تانية من عندها، فدي اول واحدة بعد 4 سنين. ده ببيع عرايس جميلة قوي وخامتها حلوة، هي اصلا ببيع براند زي ما قلتلكوا باربي و ال او ال وحاجات تانية. فده المكان اللي اشتريت منه العروسة، كنت في مول النهاردة ولقيت العروسة دي فعجبتني فاشتريتها، اشتريتها
ان شاء الله. لو قدرت، الاسبوع الجاي ان شاء الله هعمل لكم انبوكس الواحده تانية، لو عرفت اشتري واحده كمان. وبالنسبه للفيديو الجاي، هيكون فيديو ولاد، هعمل انبوكسنج برضو مع مالك، مع لعبه عربيات كده جبناها النهارده لمالك يعني. فبكره انا ومالك هنفتحها. وخلاص كده للفيديو، وانتهي الفيديو متنسوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب، وباي.